وفاة المرحوم الفنان المقتدر عزيز صعد الله هي فاجعة للمشهد الفني والثقافي المغربي، نظرا للمكانة اللي كان كيحط لها الراحل، سواء كان ممثلا أو كاتبا أو مخرجا، في المسرح اللي عرف فيه نجاحات كبرى، وأيضا في التلفزيون، وأيضا في المجال السينمائي، وهي كلها مجالات يعني يشهد له بها تاريخ الفن الدرامي المغربي. ايضا السكتشات الرائعه اللي كان كيقدمها والراقيه اللي كان كيقدمها في اطار الثنائي عزيز صعد الله وخديجه اسد، وايضا تنذكروا ليه العديد من المكرمات، انه ايضا فنان مناضل، فنان يحمل هم الفن وهم المهنه وهم تنظيم الفنون، وكان من الراعي الاول اللي فكروا وقالوا انه خص الفنانين تكون عندهم نقابه الى جانب زملائه، وبالفعل كان من المؤسسين ديال العمل النقابي الفني وخصوصا في المجال الدرامي المغربي، واسس نقابه الى جانب رفقائه دائما تراسها، كان امينها العام الاول في بدايه التسعينات، النقابه المغربيه، النقابه الوطنيه لمحترفي المسرح، النقابه المغربية المهنية للفنون الدرامية حاليا، وبالتالي كما ترون المصاب جلال، ولكن لا مرد لقضاء الله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وعلها مداويه الصبر والسلوان، والله يصبر العائلة ديالو، والله يصبر الفنانة المقتدرة والكبيرة رفيقة دربه الفنانة خديجة أسد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.